اهلا بيكم، ودايما ان شاء الله انتم دايما بخير. والنهارده احنا هنعمل برضو مقرمشات. فاكرين احنا من فتره كنا عملنا البقسماط، فالنهارده هنعمل نوع من بقسماط هيبقى مقرمش معانا وحلو جدا، بس برضو اديكم افكار مختلفه عشان تعملوا طعم ملوش حل، ان شاء الله هتعجبكم قوي. عشان نبتدي نعمل الوصفه بتاعنا هناخد مع بعض 1 كوب من مية دافية، تمام، هو 250 ملي، هناخد كمان عليهم 1/4 كوب من الزيت زيتون او 5 معالق كبيرة، تمام. بعد كده هنحط حليب بتاعنا في الأجين، هناخد معلقة كبيرة من السكر، وهناخد كمان معلقة كبيرة من الخميرة، تمام، وهندي تقليبة بسيطة. انا دايما بستخدم الوصفه دي ودايما بتطلع طعمها حلو جدا، وعايزه افكركم لو عايزين احنا ممكن ندي تقليب المكونات ونشوف بعد 10 دقايق لو الخميره اشتغلت احنا ممكن نشتغل في العجينه تاني. لكن اوقات بتطلع الخميره عندنا عديمه ومش عايزه تنفش معانا، ففي ساعتها احنا هنوقف ونجيب غيرها عشان نعمل الوصفه صح، عشان ما نبوظش الكميه المكونات كلها، تمام. فانا عارفه كده عندي الخميره كويسه، فاحنا هنكمل الوصفه. عندي 500 جرام هنا من دي العيش او دي البيتزا، ده بيختلف عن الانواع الثانيه من الدي عشان في نسبه جلوتين عاليه فيها، عشان عجينه تموت معانا واحنا بنعمل بقسماط. هنشغل العجين وهنفضل نضرب فيه لغايه ما العجينه تلم معانا. عايزه اوريكم بعد العجينه لمت معانا بقيت شكلها كده، بس شايفين الفراغات دول، دي معناها العجينه لسه مش جاهزه، احنا لازم نفضل نعجن فيها لمده 10 دقايق عشان الجلوتين يشتغل، عشان العجينه تطلع معانا بتمط كويس جدا. فهنشغل العجين ونسيبه شغال لمده 10 دقايق. بعد 10 دقايق عايزه اوريكم العجينه بقت شكلها جميله جدا معانا وبتمط كويس جدا، تمام. فاحنا لسه مش هنعرف نستعمل العجينه دي عشان هي لازم تخمر، وبعد ما تنفش معانا كويس جدا احنا ممكن نستخدمها. فاحنا هنعمل ايه؟ هناخد بوله كبيره هندهنها شويه زيت زيتون، وبعد كده هنحط العجينه فيها مدهونه برضو بزيت زيتون، هنقفل عليها بالكلينج فيلم او بفوطه المطبخ ونسيبها تخمر لمده مثلا 40 دقيقه او ساعه. وبعد ما العجينه بتاعتنا هتكون جاهزه هتكون شكلها جميله جدا زي ما انتم شايفين، شكلها حلو قوي، تمام. فالعجينه دي احنا هنستخدمها دلوقتي في الوصفه. في العجينه دي هنشيلها عشان نستخدمها بعدين، تمام. وهناخد دلوقتي نص كميه من العجينه اللي احنا عملناها. انا بستخدم السباتشولر بتاع العيش او بنش سكريبر، هي بتساعد جدا جدا، تمام. فهناخد كمان معانا حته من جبنه روكفور او بلو تشيز، هنحط على العجينه بتاعتنا هناخد شويه
من فلفل اسود تمام، وهناخد شويه ملح تمام، وهناخد كمان تقريبا 100 او 150 جرام من جبنه رومي قديمه، دي طعمها تجنن اكيد انتوا عارفين. فالاول احنا هنضربها في الخلاط. بعد ما نضربها في الخلاط هنحط على الجبنة وهندي تقليبة كويسة جدا للمكونات كلها. كده المكونات كلهم داخلين في بعضيهم. العجينة شكلها حلوة جدا، بس برضو عايزين نسيب العجينة تريح شوية قبل ما نبتدي نشتغل بيها. فأنا عندي عجينة أنا سبتها تريح تمام، فأحنا هنبتدي نشتغل بالعجينة بتاعتنا. هوريكوا ازاي. فأحنا هناخد الأول شوية دي بسيط كده تمام، وهناخد العجينة هنحطها هنا، هناخد شوية زيت زيتون كمية بسيطة منه ندهن بلانش بيها، وهنبتدي نقطع قطعات من العجينة ونفردهم على بلانشة. اهي قطعات الجبنة الرومي باينة جدا، ولما الجبنة الرومي بتخش الفرن بتكون طعمها تجنن اصلا. كده احنا بنبتدي نشكل البقسماط بتاعنا. فانا بقطع، عايزه اوريكم من الناحيه الثانيه كده، هوريكم انا بقطع قطعات رفيعين خالص تمام. هتكون العجينه لازم تكون ريحت بعد ما دخلنا فيها جبنه رومي وجبنه راكفور، لازم العجينه تريح معانا، ما ينفعش نستخدمها على طول تمام. وبرده كميه الجبنه انتوا ممكن تظبطوها على حسب الرغبه، يعني مثلا من 50 جرام من جبنه رومي عديمه لغايه 150 جرام من جبنه رومي عديمه هتعمل معاكم طعم جميل جدا. وفي ناس مثلا بيرفعوا البقسماط ده بيعملوا رفيع خالص خالص، يعني حسب الرغبه برضو اعملوا اللي يريحكم تمام. فاحنا مجرد دلوقتي بنفرد البقسماط بتاعنا وبنشده على السيليكون مات، او لو ما عندكوش سيليكون مات ما فيهاش اي مشكله نستخدم الصينيه عاديه ويستحسن مفروشه ورقه الزبده تمام. بس ساعه اللي بنعمل بقسماط ندهن ورقه الزبده بتاعنا بشويه الزيت زيتون عشان يبقى البقسماط بتاعنا يلزق فيها. في انواع بقسماط كتيره جدا، فانا بفرجكم على واحد من النوع البقسماط اللي احنا ممكن نعمله تمام. فكده احنا عاملين البقسماط بتاعنا. فزي ما انا قلت لكم احنا ممكن نرفع البقسماط او نتخنه زي ما احنا عايزين تمام. وبعد كده بعد ما احنا نخلصه احنا هناخد حليب. عندي هنا صفار البيض مع شوية زيت زيتون، انا خليت الاتنين في بعضه كويس جدا. فاحنا دلوقتي هناخد الحليب ده وندهن كل القطع من البقسماط براحة بيه. فده هتعمل حاجتين، اولا هتدي لمعة جميلة جدا في البقسماط بتاعنا، وفي نفس الوقت عشان خاطر احنا هندخل البقسماط في الفرن متسخن درجة الحرارة 200 او 220 وهيبقى سخن جدا، فالبقسماط ممكن ينشف. فزيت زيتون اللي محطوط في الحليب ده مش هيخلي
البقسماط بتاعنا ينشف. تمام؟ فبعد ما نعمل كده هناخد كمان بودرة الثوم، بودرة الثوم، وهنحط عليها شوية زعتر ناشف، هنخلط كله في بعضه كده، وبعد كده هنرش شوية بودرة بودرة الثوم مع زعتر على البقسماط بتاعنا. خليط ده هيعمل طعم جميل جدا غير الطعم الجبن اللي محطوط فيها. تمام كده ماشي. فكده البقسماط بتاعنا جاهز، اغسل ايدي بس. تمام. فبعد كده لما نحط البقسماط بتاعنا في الفرن متسخن درجه الحراره 200، بعد مثلا 10 دقايق هيطلع البقسماط بتاعنا شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين. البيض بتاعنا اديله لمع حلوه جدا، وشايفين النقط الغامقه دي جبنه رومي، هتبقى طعمها حلوه قوي، وعايزه اوريكم بتقرمش كويس جدا. فده ممكن مثلا ناكله براحتنا كده واحنا قاعدين قدام تلفزيون، او ممكن نحطه جنب الشوربه في الغداء او العشاء. بالهنا بشفا، احنا هنطلع فاصل سريع هنرجع عشان نعمل كمان نوع من بقسماط شكله جميل جدا وطعمه هتعجبكم جدا.